تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أحب مستمعين الأعزاء أيضا أرحب فريق العمل اليوم، معي في التنسيق والمتابعة أميرة المري، والإعداد أستاذ يوسف سعد، ومخرجنا المتألق دائما أيمن سرحيل، ومن أمام الميكروفون أنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا أحب أني أرحب وأصبح على الدكتورة ندى الملا. دكتورة ندى، صباح الخير وصباح السعادة. يا صباح الورد، يا صباح الجمال، يا صباح الاثنين اللي حبه كل اثنين، ثاني يوم في الأسبوع إن شاء الله كان يوم الأحد يوم جميل وأسبوع إيجابي، وأيضا نبتدي يوم الاثنين بابتسامة وسيعة وروح إيجابية، ونتوجه إلى أعمالنا بابتسامة وسيعة لنخدم هذا الوطن، وأكيد ما ننسى نحمد الله على نعمة الأمن والأمان عشان تينا طاقة إيجابية أكثر وننجز أكثر. نعم مستمعينا الأعزاء، مثل ما تعرفون أن البرنامج صحة وسعادة معني بكثير من الأمور اللي تهم صحة الإنسان وسعادته، ونحن الحقيقة يعني نطلب من الجميع التواصل معنا خلال الساعة هاي، مواضيعنا شيقة وأيضا معلوماتنا مفيدة. التواصل على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. دكتور ندى، ناخذ أول فقرة، ومثل ما عودناكم موضوع السوشيال ميديا مع زميلتنا أسماء الجناحي، ونقول صباح الخير أختي أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور أخويا، عليكم على كل مستمعي إذاعة نور دبي. يا مرحبا حياك الله يا أسماء. ما زال الترند نفسه، لكن اليوم الترند مو بالهاشتاج الكلمة، يعني لأن أحيانا تويتر يعطيكم الكلمة والهاشتاج، لكن فيروس كورونا هو متصدر الترند، وعدد تقريبا التغريدات اللي موجودة فيه 200,000 تغريدة. أيضا وسم كوفيد 19 من ضمن الأوسمة اللي متصدر الترند على مستوى العالم، وفيها أكثر من 600,000 تغريدة. ناخذ شوي بعض المعلومات اللي أو الأشياء اللي تم نشرها يوم أمس. يوم أمس كان يوم المرأة العالمي، نحن نأكد ونزيد كل عام كل النساء بخير، والمرأة هي نصف المجتمع. أسمع طول الأسبوع بنبارك للمرأة، خلي أسبوع كامل المرأة، يوم المرأة أسبوع المرأة العالمي طول الأسبوع بذكرتش. المرأة هي يعني يوميا يوم المرأة على نحن كل يوم يوم المرأة. أكيد. أيضا نحن أمس كان في من ضمن الأخبار اللي فعلا كان لها تفاعل كبير في قنوات التواصل الاجتماعي، وحطيناها يعني كان أكثر من 20 لايك كوتويت عليها، اللي هي توقيع صحة دبي مذكرة تفاهم مع كلية فاطمة للعلوم الصحية، وهذا كان بهدف استقطاب وتعيين وتدريب الطلبة المواطنين، وذلك ضمن استراتيجية التوطين تتبناها الهيئة ومركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني. يعني هم الأخبار اللي يعني فعلًا أمس الناس يعني فعلًا تجاوبوا معاها وكانوا متفاعلين معاها، لأن تبين خطة التوطين الواضحة اللي قاعد تشتغل فيها هيئة الصحة. وايد تغريدات صراحة أسعدتنا، وتفاعل كان جدًا جميل مع هذه التغريدات. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحكيها نحطها الأماكن، حطينا فيديو الأماكن اللي ممكن الموظف يغفل عنها في موضوع غسل يديه أو تعقيم اليدين بعد لمسها، اللي مثل هي قبضان البيبان، جهاز البصمة، إذا أنتم معكم يعني دوام ما يخدم أو ما في خاصية البصمة الإلكترونية، ممكن أن أنت نحن عقم يدينا بعد استخدام البصمة. يعني شفنا بعض التغريدات يقول واللي ما عندهم في معقم ممكن يعني بصموا وعقموا يدكم. نختمها ب يعني بعض الأشياء نقول حق إذا عندكم مثلا استفسارات أو حابين
أيضا تسألون طبيا، تسألون حصول إجراءاتكم الطبية من خلال خدمة طبيب لكل مواطن. إذا أنت مثلا حاسب شيء وتبغى تتواصل مع طبيب وأنت قاعد في البيت، ممكن تتواصل معاهم من خلال تطبيق هيئة الصحة بالبيت. ممتاز. نختمها بالرسالة الصباحية اللي تقول: قد تواجه في حياتك المحبطين والسلبيين، تجاهل أحاديثهم. صوتي تغير من السلبيين. تجاهل أحاديثهم السلبية وابتعد عنها، فهي من تجعلك تضع حدودا لقدراتك. صحيح، ودمتم بصحة وسعادة. وانتي بصحة وسعادة يا أسماء. شكرا لك حبيبتي، نهارك سعيد. من السوشيال ميديا عبد الله نروح لفقرة التغذية. بتكون معانا الأستاذة حصة أحمد، تكلمنا عن فوائد زبدة الفول السوداني. زبدة الفول السوداني من الأشياء اللذيذة اللي وايد ناس تحبها، خصوصا الأطفال. فنشوف أستاذة حصة شو بتقولنا عن فوائدها. صباحك ورد أستاذة حصة. صباح النور والسرور. شكرا ندى، حياك الله بصحة وسعادة. الله يحييك اختي، جميع مستمعينا. حياك الله. نقول أول شيء نعرف المستمعين شو هي زبدة الفول السوداني. هي فعلا فول سوداني مهروس، ولا هم حاطين فيه أشياء ثانية؟ وهي مفيدة ولا مو مفيدة؟ وأهم شيء، هل هي فيها سعرات حرارية شريرة مثل ما يوصفونها دائما، يقولك وايد فيها سعرات حرارية ولا لا؟ الله على لذاذة الفول السوداني، خصوصا مع الكريب والأساية الحين، وايد الشيء يحطون فيه. معاش والجام والزبد. ايوه، استوي الكومبينيشن الجميل. كومبينيشن جميل، يعطي نكهة مميزة. أنا وايد كان في خاطر صراحة اليوم أتكلم عن زبدة الفول السوداني، بس على آخر لحظة قررنا إذا ممكن نغير الموضوع، ندخل في موضوع الأغذية اللي تزيد المناعة بسبب الفيروسات اللي منتشرة حاليا، طبعا نفس فيروس الكورونا. فإذا ممكن نعطي مستمعينا الكرام يعني نصائح عن تغذوية، وفي نفس الوقت عن أنماط الحياة الصحية، عن طرق زيادة المناعة. المناعة بس نخلي الفول السوداني حق باكر، لازم نسوي الفقرة من الفول السوداني. إن شاء الله أكيد ما إن ننسى شاء الفول الله. السوداني، وايد موضوع صراحة جميل جميل جدا. أكيد. فتفضلي أستاذة حصة، بتقولي لنا عن الأطعمة اللي تعزز المناعة. طبعا خلق الله جسم الإنسان جميع الأشياء اللي نحن نحتاجها، بس نحن لازم شوي نحاسب ونحافظ على هاي الأجهزة اللي موجودة في جسمنا ووظائفها، بحيث إنه ما تسبب لنا أي خلل في الجسم. وأهم شيء، من أهم الأجهزة الموجودة في الجسم، هو الجهاز المناعي، وهو يعتبر كدرع طبيعي يحمي الجسم من الفيروسات، مسببات الأمراض، البكتيريا وغيرها من الأشياء اللي ممكن تأثر على صحتنا. فعشان كذا هذا الجهاز يحتاج عناية دائمة، يستمر بشكل جيد، لأن إذا نحن أهملناه شوية، نحن بنكون أهملنا كل جسمنا، وعرضناه لوايد فيروسات وبكتيريا وغيرها. في عدة عناصر نحن لازم نركز عليها أساس إن نحن نقوي المناعة عنا. بتكلم عن الرياضة، بنتكلم عن النوم وغيره، بس بنبدأ أول شيء بالغذاء الصحي، لأن نحن نعرف إن الغذاء هو نفس البترول، نفس الوقود للجسم. فنحن إذا غيرنا في الغذاء، ويعني استهلكنا الأكلات اللي الغير صحية والمصنعة وهاي الأشياء اللي ما كانت موجودة أصلاً قبل، صحيح. والسكريات، نحن يعني نأثر بشكل سلبي على الجسم، كأننا نحن نحط ديزل في سيارة صحيح. بتمشي، بس شو بيصير في السيارة؟ سنة سنتين ثلاثة خلاص بتخترب السيارة، ما بتستمر معانا فترة طويلة. فنفس الشيء الجسم، فنحن لازم نركز على الغذاء الصحي، لازم نركز أكثر على أن الغذاء اللي نحن نستهلكه ما يكون يحتوي على كمية كبيرة من الدهون، لأن الدهون تسبب خلل في الاستجابة المناعية للجسم عن الفيروسات للفيروسات مثلا. إذا نحن استهلكنا كمية كبيرة من الدهون والسكريات، هني الجسم اليوم بيشوف فيروس ما بيقدر يميز ان هل هذا الشيء لازم انا احاربه، ولا هل هالشيء انا احتاجه لجسمي. هني شو بيستوي الفيروسات بتدخل في الجسم وبتتكاثر وبتتكاثر، هني بزيد عنا الامراض والاعراض. اكيد. نعم. اكيد طبعا، نفس ما نقول بعض الاكلات الوايد الحين منتشره عنا على الواتساب، يطرشوا لنا مسجات كل مثلا ما ادري خاشوقتين كلها زنجبيل ثوم، كلها ثوم، والله كلها ثوم. مع الثوم. هي فهل هل هالاشياء صحيحه؟ في بعض المعلومات تكون صحيحة وفي بعض الأشياء تكون غلط. فنحن لازم نكون بالذات في هاي الفترة أخصائيين تغذية لنفسنا، كل واحد يشوف ويقرأ
ويتصفح يشوف الانترنت، يشوف هل موقع موثوق فيه، هل هالمعلومات مصادرها موثوقة ولا لا. صحيح. أعطيكم أنا بعض الأمثلة عن الأكلات اللي ممكن أنها تقوي المناعة. مثلا نبدأ بمنتجات الألبان والزبادي واللبن. طبعا الزبادي واللبن نفس ما نحن نعرف أنه فيها البريبيوتيك، هي البكتيريا المفيدة اللي تحافظ على القناة الهضمية أو الجهاز الهضمي للجسم. أكثر أنواع الفيروسات، حما كان عن الكورونا، الفيروسات الثانية البكتيريا تأثر، تكون يعني يكون أثرها في الجهاز الهضمي. فنحن إذا ساهمنا في تحسين الجهاز الهضمي نحن بنكون ياسين نزيد قوة مناعة الجسم ضد هاي البكتيريا والفيروسات. الشوفان، الشعير، في دراسات أثبتت أن استهلاك الألياف ممكن أنها بعد تحارب العدوى، لأنها تعتبر نفس مضادات للأكسدة. أني للثوم وما أدراك ما الثوم. عادة دكتور نادى مو ما تحب الثوم، مو ما أحب الثوم، وكل قالوا كورونا قالوا كله ثوم. وايد 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 مفيد الثوم أصلاً، لو كلوا كميات الثوم جنبي. اللي يقولون عنها يا حصة، مو بس الكورونا ما بيك، حتى البشر ما بيجونك، بتنقطع كامل، بيسوي حجر عليك من كثر ما تأكل ثوم. نقدر ندخل الثوم كلنا بطريقة ثانية، بدل ما مثلا نصف حبة ثوم نحطها في الأكل، مثلا في بودرة الثوم، ترى يعني هو فيه طعم، ونحن يوم نحطها في الأكل ما بتحسين طعمه بهالكثر يعني. إذن فنحاول قد ما نقدر أن ندخل الثوم في أكلنا يوميا على الأقل مرتين، يعني مثلا على الغداء ندخل ثوم، مثلا دياي محمر في الفرن مع ثوم، او على العشاء نقدر ندخل، نحاول يعني قد ما نقدر، لانه هو يعتبر نفس جندي للجسم. نعم. بس اختي حصة، انا عندي استفسار، يعني في كثير من الناس تعتقد بان يعني فائدة الثوم أخذه يعني ني، لا أنه مطبوخ ولا أنه شيء يعني مقشر، ويعني تبلعينه وعقب تشربين وراء ماي، لأن في بعض الاعتقادات أنه يعني مجرد ما ينطبخ يفقد يعني كثير من المواد الغذائية وخصوصيته، فما أدري شو رأيك. صح، في ناس تفضل أنها تأخذ الثوم شيء حبة بدل ما أنها تستهلكها في الأكل، وفي ناس العكس، بس كأنها تفقد قيمتها الغذائية. لا، الثوم لو طبخناه ولا أخذناه نفس الفوائد فيه. الثوم بعد يعتبر منشط للدورة الدموية، فنحن يوم ننشط الدورة الدموية، الخلايا اللي هي الوايت بلاد سيلز أو الخلايا كرات الدم البيضاء اللي هي مسؤولة عن محاربة البكتيريا، هي بيزيد تدفقها في الجسم، فبالتالي المناعة عندنا بعد بتقوى أكثر وأكثر. طبعا أكيد. وطبعا في شيء وايد مهم وايد نسمع، ان الفواكه الحمضيه هي وايد وايد مفيده لتقويه المناعه، لانها تحتوي على كميه كبيره من فيتامين سي. اول ما نقول فيتامين سي شو اول فاكهه تجي في بالنا؟ البرتقال. نعم، البرتقال. صح، البرتقال يحتوي على كميه كبيره من فيتامين سي، بس في عندنا مصادر ثانيه فيها فيتامين سي اكثر من البرتقال، نفس البابايا مثلا. صح. الاناناس، في وايد انواع من الفواكه فيها فيتامين سي بعد غير البرتقال، الليمون، الكيوي، كلهم فيهم فيتامين سي، وبعد تعتبر مضاده للاكسده، فبالتالي هي تقوي المناعه. في نقطه مهمه نذكرها هني في هاي النقطه عند فيتامين سي، ان نحن يوم نعرض الجسم للاجهاد والتوتر والضغوطات، يوم مثلا عندنا امتحان يكون ولا عندنا اي شيء، الجسم شو يبدا يتوتر، يوم يتوتر الجسم شو يفرز هرمون التوتر، فهذا شو يسبب، كيف هالشيء يأثر على المناعة هني، يوم نحن الجسم يوم هالهرمون يزيد عندنا في الجسم يزيد شو إضرار، يزيد إضرار البول عسكم الله، بالتالي فيتامين سي اللي عندنا إياه في الجسم، الجسم ما يقدر يخزن فيتامين سي اللي يكون موجود أوريدي يطلع مع البول، فهني كمية الفيتامين سي عندنا تنزل، فبالتالي ممكن إنه مستقبلا يأثر على المناعة. نعم. فهاي النقطة بعد ضروري نذكر أن نحن في خصوصا الحين مع الكورونا وغيرها، ولازم يعني نركز على تقوية المناعة، وبالأخص لازم نرقد عدل، لأن الدراسات أثبتت أن النوم على الأقل 6 إلى 8 ساعات في اليوم يقلل من إرهاق الجسم، فبالتالي يساعد الجسم على أن الأجهزة اللي موجودة فيه تعمل بشكل أفضل وبسهولة أكثر، بالتالي الجهاز المناعي عندنا أكيد بيقوى، بيكون يشتغل أحسن وأحسن. ممتاز، شكرا لك أستاذة حصة أحمد، اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي، مداخلتك معنا اليوم بخصوص الأغذية التي تقوي أو تعزز المناعة.
العفو. شكرا. رح نطلع فاصل عبد الله عشان تأخرنا على الفاصل، بعد الفاصل إن شاء الله نواصل. صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي. أحب أن أذكركم برقم التواصل معنا على 6005514114 وعبر الرسائل النصية القصيرة 4006. ونرحب لكل من انضم إلينا. دكتورة ندى، فقرتنا الثانية إن شاء الله بتكون عن التنمية البشرية ومنهجية صحة دبي. صحيح. طبعا التدريب والتنمية المهنية من الأسس المهمة لبناء القدرات البشرية وصقل الخبرات في هيئة الصحة بدبي، ولا تتوقف جهود الهيئة عند تبنية وتنفيذ برامج الإعداد والتدريب فقط، ولكن في هناك طبعا الكثير من البرامج، والهيئة دائما لرفع الكفاءات والمهنية والعلمية والشخصية لموظفيها. صحيح. كافة مستهدفة، ذلك تمكين الموظفين من أدوات الإبداع وإتاحة الفرصة كاملة أمامهم لإنتاج الأفكار المبتكرة. ومثل ما تعرفين دكتورة اليوم طبعا توجه الحكومة وتوجه هيئة الصحة دائما لإيجاد يعني بيئة عمل محفزة للابتكار وللإبداع. صحيح. طبعا حول هذا الموضوع المهم يسعدنا أن تكون معانا اليوم الأستاذة الفاضلة آمنة السويدي، مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة الصحة بدبي. أستاذة آمنة صبحت الله بالخير والنور والسعادة. صباح الخير والنور والسرور يا مرحبا. هلا أخوي عبد الله، إيش حالك؟ الله يسلمك، الله يبارك فيك. وأحلى تحية للدكتورة ندى، إيش حالك؟ حياك الله أختي آمنة، حياك الله، نورتينا في صحة وسعادة. الله يحييك. حياتي أنا حياك. أستاذة آمنة، نبتدي أول شيء نتكلم عن أهمية التدريب والتأهيل في الحياة المهنية والعملية للموظف. احنا طبعا في علاقة قوية ما بين التطوير التنظيمي للمؤسسات والجهات الحكومية ونجاح الموظفين. مثل ما تعرفون دائما يعني احنا التكنولوجيا ما شاء الله في تطور مستمر، وفي يعني في تطور سريع ايضا في على كافة القطاعات. نعم. مما يجعل التدريب أمر أساسي سواء في الجهات الحكومية أو حتى الخاصة. كذلك التدريب مهم حتى للموظفين الجدد، يعني إذا جبنا موظف جديد ويعني دخلنا في عملية التدريب والتأهيل للمتطلبات اللي تحتاجها هاي الجهات، تساعد الموظف على التكيف مع الجهة بشكل أكثر كفاءة. أيضا تدريب التطوير له أهمية كبيرة في تحقيق الكفاءة المؤسسية من خلال تطوير وتحسين مهارات ومعارف وقدرات الموظفين لمواجهة الاحتياجات المستقبلية. أيضا التدريب جانب أساسي في تعزيز الولاء المؤسسي للموظفين. طبعا أكيد. مثل ما تفضلتي الأستاذة آمنة السويدي، يعني هيئة الصحة بدبي من المؤسسات يعني الكبيرة وخدمات يعني تقدم يعني خدمة من أهم الخدمات يعني اللي هي صحة الإنسان، ويعني نسبة التخصصات اللي موجودة في هيئة الصحة اليوم كبيرة أيضا، فكيف أنتم تنظرون لهاي عملية تحديد الاحتياجات الموظفين يعني من التدريب على اختلاف تخصصاتهم؟ احنا مثل ما قلت اخوي عبد الله، صراحه ككادر مهني وتخصصي بالاخص في القطاع الصحي، من الضروره والاهميه تطوير مهاراتهم لمواكبه كافه الاصعده، سواء التطور في المجال التكنولوجي او في المجال العملي في متطلبات الهيئه. يمكن احنا الكادر الطبي بالاخص عندنا متطلبات لتراخيصهم المهنيه، عندهم مثل ساعات تدريبيه معتمده اللي هم احنا نسميهم السي ام ايز والسي بي دي على اساس تجديد رخصهم المهنيه. هاي طبعا يسمونها التطوير المستمر لهم للكادر الصحي لاستمراريه حصولهم على التراخيص المهنيه. اما بالنسبه لاحتياجات التدريبيه، احنا يمكن الهيئه فيها ادارتين معنيات بالتدريب، يمكن اداره التعليم الطبي والابحاث معنيه بتدريب وتطوير وتاهيل الكوادر في القطاع الصحي سواء اطباء او طب مساند او تمريض، وعندنا اداره الموارد البشريه معنيه بالتطوير من الناحيه الاداريه سواء يعني احتياجات الموظفين من الجانب الاداري.
تتم تحديد احتياجات التدريبية للموظفين بناء طبعا على الأهداف الاستراتيجية للهيئة، الخطط الفردية للموظفين، نتائج تقييم أدائهم عن السنة اللي فاتت سواء من ناحية كفاءات أو أهداف. خطط التوطين أيضا احنا حطيناها في الاعتبار بالنسبة لي في الاحتياجات التدريبية لبعض الدورات التدريبية للمواطنين. عندنا تخطط للتعاقب الوظيفي يمكن أطلقناه إحنا نهاية السنة اللي فاتت، وماشيين في خطط لتطبيقها، فطبعاً تتطلب بعض المتطلبات من التدريب والتطوير. وعندنا كذلك احتياجات الوحدات التنظيمية، إحنا نتواصل معهم ونشوفهم شو احتياجاتهم أو أولوياتهم على مثلاً خلال هذا العام، ونحط على ضوءها الخطة للاحتياجات التدريبية، يتم بناء الخطة التدريبية على ضوءها. من بعد ما تم اعتماد الموازنات المالية الخاصة بالتدريب، يتم توزيع الاحتياجات التدريبية بناء على المدخلات اللي قلتها قبل شوي. ممتاز. أستاذة آمنة، طبعاً تطبيق مثلا خطة التدريب وغيرها تحتاج ممكن شراكات معينة بين الهيئة ومؤسسات أخرى، فهل هناك شراكات بين الهيئة ومؤسسات أخرى لإنجاز هالمبادرات وإعداد القادة؟ صحيح، احنا عندنا العديد من الشراكات، عندنا طبعا معاهد التدريب العامة اللي موجودة في الهيئة ومعتمدة وفق الأصول حسب من الجهات ذات الصلة، هاي اللي نمشي فيها في البرامج المشتركة والبرامج العامة. عندنا كذلك شراكات حكومية مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في برامج إعداد القادة، إعداد وتأهيل لقيادات الصف الأول والثاني. صراحة احنا يمكن على دفعتين سوينا دفعتين، هاي الدفعة الثانية الحين ماشية معاهم وشراكة مستمرة إن شاء الله معاهم. مع كذلك بعد عقدنا شراكة مع شركة جي إي السنة اللي فاتت بعد لإعداد وتطوير القادة. يمكن هاي المؤسسات المعروفة في خصوصا جي إي في المجال الصحي لتطوير القيادات في القطاع الصحي. ممتاز. نعم أستاذة آمنة، مثل ما ذكرتي بأن يعني من خلال حديثك بأهمية التدريب وأهمية التنمية المهنية للموظفين جانب يعني مهم جدا، ومثل ما تكلمنا في البداية هيئة الصحة لها خصوصية بأنها لها تخصصات مختلفة، وأنتم أيضا يعني كإدارة الموارد البشرية بإدارتك أستاذة آمنة هناك يعني موضوع التدريب بشكل مستمر ودائم، فكيف يعني هيئة الصحة بدبي تنظر لهذه الأهمية؟ وأكيد هناك مبادرات أنتم تنفذونها خلال السنة، يعني موضوع التدريب ليس فقط في شهر وإنما خلال 12 شهر من السنة، فكيف يتم استدامة الموضوع هذا بالنسبة لموضوع التنمية المهنية والتدريب لموظفين هيئة الصحة؟ احنا يمكن عندنا وايد مجالات لتحقيق التدريب والتطوير المهني للموظفين. منها احنا نتكلم على خطة التدريب وتنفيذ خطط التدريب وقياس اثرها، هذه بشكل مستمر دائم في طوال العام يكون في الهيئة سواء من إدارة الموارد البشرية او من إدارة التعليم الطبي كلا حسب اختصاصه. عندنا كذلك الكثير من المشاريع اخوي عبد الله اللي يشاركون فيها الموظفين، واحيانا ياخذون بعد بعض الشهادات التخصصية او يعني شهادات الحضور لها. عندنا مشاريع مثل إدارة المشاريع، عندنا مركز الابتكار يقوم بعديد من البرامج، عندنا الإدارات التخصصية أيضا تقوم بعقد العديد من البرامج اللي يعني تأهل فيها الموظفين على مواكبة المتطلبات الضرورية لرفع جودة الكفاءة المؤسسية للهيئة. مثل ما قلت بعد احنا التطوير المستمر عندنا، يمكن حتى تطوير مثل ما تعرفون الهيكل التنظيمي عندنا احنا متغير في 2018 لمؤسسة دبي، تقريبا طلع في 2019، هذا كان بعد متطلب مثلا ممكن بعض استجدت بعض الاحتياجات التدريبية لتطوير الكفاءات سواء الفنية أو السلوكية للموظفين، هاي كلها نحطها في الاعتبار في خططنا التدريبية وتنفيذ البرامج هذه. ايضا يمكن عندنا احنا ممكن تتنوع عندنا انواع البرامج، مثل ما قلنا في برامج تدريبيه مشتركه يستفيد منها عدد كبير من الموظفين، وهي تكون تقريبا مشتركه، نسميها مشتركه لان تقريبا اغلب الوحدات التنظيميه تطلبها. عندنا برامج تخصصيه ايضا، بعض الفئات المهنيه التخصصيه تتطلب نوعيه معينه من البرامج وشهادات معتمده، هاي تكون بعد لها نصيب من تحقيق
تدريب في خلال العام. طلعنا بمبادرة هاي السنة يمكن لتشجيع المواطنين وخطط التوظيم اللي هي شهادات مهنية للمواطنين. بنقوم إن شاء الله بتنفيذها يمكن مع الربع الثاني. الحين بس ياسين نجمع الاحتياجات اللي هي من الشهادات المهنية التخصصية للمواطنين. نعم، أيضا من الأمور الجميلة اللي عندكم أستاذة آمنة السويدي اللي هو يعني نقل المعرفة، مثل ما ذكرنا نحن عدد موظفين هيئة الصحة ما شاء الله عدد كبير، فأنتوا أخلقتوا المبادرة هاي. إذا يعني موظف سار وخذ دورة تدريبية المفروض أنه يرجع وينقل المعرفة هاي لزملائه، فهاي مبادرة أيضا يعني جميلة جدا الصراحة. صحيح، احنا يمكن الموظفين يعني نحاول نشجعهم على نقل المعرفة، بالأخص إذا موظف راح مثلا دورة وشاف استفاد من معلومات مهمة يحاول يشركها. للأمانة يعني الموظفين تتفاوت أساليب نقل المعرفة عندهم، صح. بعضهم من خلال مسجات أو كلام أو حوار، وبعضهم يعقدون ورش يعني يسوون مثل مخرجات البرنامج التدريبي اللي راح له ويشارك فيه الموظفين، فعندنا هاي الممارسات الحمد لله في مصر. نعم، مستمعينا الأعزاء كانت معنا الأستاذة آمنة السويدي مدير إدارة الموارد البشرية بهيئة الصحة بدبي، وتحدثت معنا عن التنمية البشرية ومنهجية صحة دبي. أستاذة آمنة شكرا جزيلا لك. شكرا خير الله، شكرا دكتورة، شكرا لك أستاذة آمنة، نهاية سعيد. رح نطلع إن شاء الله فاصل بعد هذا اللقاء الشيق كان مع الأستاذة آمنة السويدي، رح نروح فاصل وبعد الفاصل نواصل صحة وسعادة. صحة وسعادة، ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل 6-0-5-5-1-4-1-4 والرسائل النصية على 4-0-0-6. منظومة التنمية المهنية في هيئة الصحة بدبي هي منظومة متكاملة وشاملة لجميع التخصصات، ولأن منهجية الهيئة واضحة في هذا الشأن فقد أعدت الهيئة استراتيجية متقدمة للتعليم الطبي والأبحاث، حرصت فيها على تلبية احتياجات الكوادر الطبية والطبية المساندة من الإعداد والتأهيل وتعزيز القدرات وربط الكوادر بأفضل الممارسات المهنية المعمول بها عالميا وتحديثها أولا بأول. وتعمل الهيئة بخطى حثيثة في هذا الجانب عن طريق انفتاحها على العالم بمؤسساته وهيئاته وعقد الشراكات وإبرام الاتفاقيات مع مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة. لتسليط الضوء على هذا الموضوع يسرنا يكون معانا اليوم عن طريق الهاتف الدكتورة نجوى البستكي، استشاري إدارة التعليم الطبي والأبحاث في هيئة الصحة بدبي. صباحك ورد دكتورة نجوى. صباح الخير والنور والسرور دكتورة. اهلا فيك، نورتينا في صحة وسعادة. اداره التعليم الطبي والابحاث، نرحب بمستمعينا. شكرا لك دكتوره نجوى. نبتدي اول شيء نعطي نبذل للمستمعين عن استراتيجيه التعليم الطبي المعتمده لهيئه الصحه، شو هالاستراتيجيه وشو هي اهدافها؟ اكيد استراتيجيه التعليم الطبي والابحاث اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حفظه الله للشهر اللي فات، وتهدف هذه الاستراتيجيه الى تحسين جودة ومنظومة التعليم الطبي في الإمارة وفق أفضل الممارسات العالمية من خلال الترابط بين المستشفيات والكليات الطبية وضمان تخرج كوادر طبية عالية المستوى. بالإضافة إلى هذا تهدف الاستراتيجية أيضا إلى تعزيز ثقافة الابتكار والبحث الطبي من خلال تحسين منظومة البحث الطبي وخلق بيئة جاذبة لإجراء الدراسات الطبية في المجالات المختلفة، وأيضا وضع أنظمة متطورة لتسهيل إجراء الأبحاث الطبية. أيضا تهدف هذه الاستراتيجية إلى دعم السياحة الصحية والتعليمية بالإمارة وجعل دبي وجهة رائدة للتعليم الطبي والأبحاث، والتشجيع على إجراء وتنظيم دورات تدريبية لكافة الكوادر الطبية من كافة التخصصات لجعل الكوادر الطبية دائما على اطلاع بأفضل الممارسات العالمية وآخر المستجدات في المجالات الطبية المختلفة. ممتاز، شو أهم البرامج التدريبية اللي تنفذها الهيئة؟
أهم البرامج التدريبية تنفذها طبعاً برامج تدريب الكوادر الطبية اللي هي التدريب قبل التخرج بكافة التخصصات سواء الطب أو الطب المساند أو التمريض، بالإضافة إلى الدورات التدريبية اللي تقديمها بعد التخرج لتأهيلهم للعمل بالمستشفيات. عندنا برامج الكلينيكال اتاتشمنت، عندنا برامج الفيلوشيب طرش الأطباء لتخصص التخصصات الدقيقة المختلفة، بالإضافة إلى برامج البورد للأطباء أيضا، وبالإضافة إلى برامج السكولرشيب الطرش سواء الأطباء أو الأطباء المساندين إلى دول مختلفة لتخصص ماجستير ودرجات الحصول على الدرجات العليا في التخصصات الطبية المختلفة. نعم. إضافة إلى ذلك أيضا هناك برامج تدريبية مستمرة للكوادر الطبية في الهيئة والكوادر الطبية المساندة للاطلاع على أفضل وآخر المستجدات في المجالات الطبية سواء في الأشعة أو في مختبرات أو غيرها. نعم دكتورة نجوى، مثل ما يعني ذكرت الدكتورة ندى في بداية المقدمة بأن يعني أهمية الشراكات والاتفاقيات بين المؤسسات وموضوع تبادل الخبرات، لو تحدثينا عن الشراكات والاتفاقيات المهمة التي أبرمتها هيئة الصحة في دبي اللي هو يعزز التعليم الطبي. أكيد طبعا، مثل ما تفضلت الدكتورة وقلنا في الاستراتيجية أهمية الترابط بين المستشفيات والكليات الطبية والجهات الأكاديمية عشان تكون منظومة التعليم منظومة متطورة وفق أفضل المعايير الدولية. فالشراكات هاي تعزز من الترابط بين الكليات وتعزز من التعاون والتنسيق مع الكليات الطبية سواء داخل الدولة أو خارجها، من خلال تبادل الخبرات، من خلال تدريب الطلبة عندنا، التنسيق معاهم في السنوات الأخيرة من الطب أو الطب المساند، متطلبات التخرج، تنسيق أيضا في مجال الأبحاث الطبية والدراسات اللي يقوم سواء بها الطلبة أو اللي يقومون بها أعضاء هيئة التدريس بالتعاون مع المنشآت الطبية الموجودة عندنا في المستشفى. وطبعا كل الطلبة يعني أو كل الجامعات تسعى لتزيد طلبتها في مستشفياتنا بسبب وجود الكوادر الطبية والمعدات الطبية المتطورة عندنا في هيئة الصحة في دبي. نعم دكتورة، أيضا يعني الجانب هذا توافقيني أنت في الرأي أن الاتفاقيات هاي والشراكات أيضا يعني تسوونها أنتم مش فقط في الجانب الطبي، يعني هناك أيضا اتفاقيات في جوانب أخرى مثلا التقني، الذكاء الاصطناعي، أمور كثيرة يعني تساعد هيئة الصحة وتساعد في تبادل الخبرات مع الجهات المختلفة. أكيد الشراكات تكون دائما للاطلاع وتبادل الخبرات والاطلاع على افضل الممارسات العالميه، وخاصه اذا يعني نذكر هني بعض الشراكات اللي نسويها مع الجامعات في خارج الدوله. نعم. واللي هي تكون او المستشفيات الطبيه الموجوده خارج الدوله واللي تكون من افضل المستشفيات على مستوى العالم سواء في كندا او في غيرها من الدول، دائما تهدف الى الاطلاع على اخر المستجدات، الاستفاده من الخبرات، من الابتكارات العلميه، برامج او خلق بيئه جاذبه للابتكار، برامج مشتركه بحثيه، هاي كلها تساعد على استخدام الذكاء الاصطناعي في سواء في العلاج او في التشخيص، ايضا تساعد على الاطلاع على اخر المستجدات بالنسبه للعمليات الجراحيه، روبوتات واستخدام استخدام ايضا التقنيات المختلفه في زراعه الاعضاء، كل الاشياء هاي تعززها هاي الشراكات بيننا وبين المؤسسات المختلفه خاصه اللي خارج الدوله اللي عندها يعني من افضل المستشفيات التعليميه اللي خارج الدوله. ممتاز. دكتور نجوى، باختصار نقول عن كيف استراتيجيه التعليم الطبي تسهم في دعم سياسه التوطين اللي تتبناها هيئه الصحه؟ أكيد الاستراتيجية طبعا مثل ما قلنا إن هي تساهم في تدريب الكوادر الطبية وبالتالي استقطاب المواطنين للعمل في هيئة الصحة في دبي من خلال برنامج طب وعلوم. نحن عندنا في إدارة في هيئة الصحة برنامج يستقطب الطلبة اللي يدرسون في الجامعات المختلفة عندنا في الدولة برعايتهم وضمان عقب تعيينهم عندنا في الهيئة
وتدريبهم، التدريب سواء قبل التخرج أو بعد التخرج للانخراط في سوق العمل وربط القطاع الصحي بالكوادر الطبية المؤهلة المواطنة، ولتعزز من آلية التوطين وعملية التوطين. وتوقيع اتفاقيتنا أمس مع كلية فاطمة للعلوم الصحية أكبر مثال على هذا الدور اللي استعمل الهيئة من أجل استقطاب المواطنين في خاصة في مجال التمريض للعمل في هيئة الصحة. كلية فاطمة تطرح تخصصات طبية مساندة مثل التمريض والعلاج الطبيعي والأشعة، ونحن هذه اللي نقدر من خلال الاتفاقية نتعاون معهم ونحصل على قائمة الخريجين من عندهم ونستقطبهم عندنا في هيئة الصحة في دبي، وبالتالي تعزز عندنا من مستوى التوطين في هالتخصصات الدقيقة. ممتاز، شكرا لك دكتورة نجوى البستكي، استشاري إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة بدبي، مداخلتك معنا اليوم بخصوص استراتيجية التعليم الطبي وأهدافها. شكرا لك، نهارك سعيد. العفو دكتورة، ونهاركم سعيد إن شاء الله. نهارك أسعد. شكرا. من التعليم الطبي والمهني واستراتيجية هيئة الصحة راح نروح للدراسة. الدراسة تقول، أظهر دراسة أن تناول نصف ملعقة صغيرة فقط من زيت الزيتون يوميا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوبة القلبية بمقدار الخمس. درس باحثون بجامعة هارفارد بين عامي 1990 وعام 2014 صحة تقريبا 100 ألف فرد على مدى 24 عاما، ووجدوا أن استهلاك زيت الزيتون مفيد لصحة القلب. يتفق معظم الخبراء على أن زيت الزيتون خاصة من الصنف الممتاز أو يسمونه العصرة الأولى مفيد لجسم الإنسان، حيث يحتوي على حمض دهني يسمى الأوليك الذي يقلل من الالتهابات. الدكتورة مارثا غواتش فيري اللي هي المعدة الرئيسية للدراسة قالت، ربطت الدراسات السابقة بين الاستهلاك العالي لزيت الزيتون وصحة القلب وأوعية الدموية بشكل أفضل، لا سيما في بلدان البحر المتوسط حيث يكون تناول زيت الزيتون أعلى بكثير منه في الولايات المتحدة. وتمثل هدفنا في معرفة ما إذا كان استهلاك زيت الزيتون مفيدا لصحة القلب لدى سكان الولايات المتحدة، ولم يشهد المشاركون أمراضا، يعني مو بس صحة القلب، بعد السرطان وأمراض القلب وغيرها من الأمراض المزمنة ما كان عندهم في بداية الدراسة، تأكدوا أن أصلا ما عندهم المشاكل من بداية الدراسة. طبعا فوائد زيت الزيتون معروف ودائما احنا ننصح باستخدامه، ودائما الناس حفظت ان زيت الزيتون المفروض ما يتسخن، لا درس يصل درس الغليان بسرعه، يفقد فوائده مع التسخين وغيره، خصوصا اللي يكون العصره الاولى يكون هذا انقى انواع زيت الزيتون، هذا ابدا ما يصلح للطبخ، هذا فقط نضيفه على البار مثل ما يقولون، نضيفه على السلطات، نضيفه على اللبنات، نضيفه على الجبنات و والزيتونات وكل هذا. الحين شهينا الناس، احنا الناس بتقول دكتور انا بنفطر زيتونات وجبنات وزيت زيتون جميل حذاله وكوبايه شاي ابو نوح يضبط الموضوع. والله طبعا من غير الشاي، شاي كسر الحديد، احنا الحين راح ناخذ جبن وزيتون وحديد وهذا ونشرب شاي يتكسر الحديد عقب ما نخلص الريوق. فلاحظوا طبعا ان الناس اللي عايشين في بحر في حوض البحر المتوسط عبد الله ان عندهم نسبه الاصابه بامراض القلب وايد اقل والجلطات وايد اقل. لما سووا دراسات اكتشفوا ان بسبب نظام غذائهم اللي يحتوي على نسبه من زيت الزيتون. لكن انا دائما اقول للناس حتى لو زيت الزيتون مفيد، في ناس ما شاء الله وايد كريمه في زيت الزيتون، السلطه تستوي زيت زيتون بالسلطه مو سلطه بزيت زيتون. يعني يا جماعه هذا الصب هذا نصب عشوائيا. شو قالت الدراسة؟ نصف ملعقة. ها أيمن، نصف ملعقة، ما تسبحون السلطة بزيت الزيتون، لأن ترى زيت الزيتون مفيد نعم، لكن في سعرات حرارية، فتكون السعرات الحرارية مخبأة في صحن السلطة. بعدين ناس تقول لك ما أعرف ليش وزني ما ينزل، ترى السلطة بارك الله فيكم تزيدون زيت الزيتون فالجسم قاعد ياخذ سعرات حرارية. وغير هذا في من فترة، تعرف عبد الله شو في من الأشياء اللي سمعتها يعني في وسائل التواصل، إن تناول ملعقة من زيت الزيتون على الريج يحمي من الإصابة بالكورونا بعد. هذا من الإفتاءات الجديدة أنا سمعتها، فأنا بس حابة أنوه إن يا جماعة لا خلوا ثوم ولا خلوا كركم ولا خلوا كمون ولا خلوا زيت الزيتون. يا جماعة زيت الزيتون مفيد نعم، نشربه على الريج أنا هذا عليه علامة استفهام، حطوا على الأكل يا جماعة. تناول العسل على الريج نعم مفيد جدا، لكن زيت الزيتون على الريج انا احسه شويه ما يعني ما عندي المعلومات كافيه يعني، لكن حطوه على الاكل. ومره ثانيه نتحكم بالكميه. وبعد زيت الزيتون ترى مو بس للاكل زين يا جماعه، الاطفال اللي عندهم اكزيما خلط زيت الزيتون مع اي كريم مرطب عندكم يعطي ترطيب عالي للجلد، وايضا يقي من عضات البعوض ترى.
لان البعوض ما اقدر يعض خلال الكريمات، الكريمات والزيوت ما اقدر يعض. فاذا عندكم اياها في البيت وايد ينقرص، كريم مع زيت الزيتون يغذي الجلد ويخفف الاكزيما عند الاطفال بشكل جدا كبير، وفي الشتاء يدفي. فهذه نصايح شويه يعني، طلعنا شويه موضوع زيت الزيتون للاكل يعني، ففي فوائد كثير زيت الزيتون. اهم شيء نختار نوعية زينة. يا عبد الله شو رايك؟ نعم دكتوره، مثل ما ذكرتي انت يعني موضوع يعني اخذ زيت الزيتون على الريج يمكن شويه صعبه، لان دكتوره يعني انواع واصناف زيت الزيتون اليوم صدق صاهر اصلا تشربها، غير الصاهر انه يعني كثير موجوده اصناف في الاماكن. ف الصنف الممتاز هو يعني المفروض ان الانسان ياخذه للكم يعني للكميات الصحيحه. فننصح نحن دائما بان يعني تشوفون شو النوع الصح، النوع الزين، النوع الزين، واهم شيء الكميه مثل ما ذكرتي يعني صح. الكميه المناسبه المفروض ان، لان كل شيء يزيد عن حده ترى بعد مو بزين حق الجسم. صحيح صحيح. نعم. فهذه دعوه لجميع مستمعينا ان ضيفوا زيت الزيتون على اكلكم. احنا شعب ترى بالعاده ما يستهلك زيت الزيتون بكميه كافيه، لكن من كم من سنه صار في وعي اكثر باهميه زيت الزيتون واضافته للسلطات عشان يساعد في تقليل خطر الاصابه بامراض القلب. وايضا بما نقول امراض القلب، اضافه قليل من القرفه لكوب قهوتك اليومي يساعد في تقليل خطر الاصابه بامراض القلب ايضا. فحرصوا على اضافه القرفه لفنجان القهوه اليومي. ومره ثانيه كميه بسيطه، القرفه تعطي سعرات حراريه كبيره، اضافه اعتقد ربع ملعقه صغيره من القرفه في فنجان القهوه يساعد حتى في تخفيف كمية السكر، لأن القرفة تعطي القهوة طعم حالي شوية فيخليكم تستهلكون أقل أيضا من السكر. احنا وصلنا نهاية برنامجنا يا عبد الله. نسلم على مستمعينا. تفضل مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية برنامجنا لهذا اليوم. أحب أني أشكركم شكرا جزيلا لكل من تواصل معنا بمداخلة أو استفسار. أحب أشكر يعني فريق العمل معنا اليوم، مخرجنا المبدع أيمن سرحيل وأختنا العزيزة ميرا المري. شكرا دكتورة لتش، وإن شاء الله على أن نلتقي معكم إن شاء الله غدا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.